المهندس باسم وزارة الزراعة دكتور محمد. مساء الخير. ألو، ألو يا فندم. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أهلا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. دكتور محمد، هل 820 ده سعر عادل من وجهة نظركو؟ هل ده متوافق عليه؟ هو الأول اسمح لي أشكر حضرتك، والحقيقة الأول مرة بنشوف الحكومة بتحدد سعر أرداب القمح قبل حتى موسم الزراعة، ودي حاجة خطوة إيجابية جيدة بتؤكد استمرار دعم الدولة واتجاه الدولة لتمكين الفلاح المصري ولتحسين دخوله وأيضا لتطوير القطاع الزراعي وتوفير السلع الاستراتيجية. ده اتجاه واضح جدا، وإحنا شايفين الخطوات كل يوم بعد يوم بنشوف خطوة جديدة بتؤكد وترسخ هذا الكلام وهذا المبدأ. امبارح السنة اللي فاتت إحنا لو قررنا هذا السعر بسعر العام الماضي، السنة اللي فاتت إحنا كنا بنتكلم في حوالي 720 جنيه، يعني في فرق حوالي 100 جنيه مقارنة بين العام. ال 820 يوفر للمزارع ربحية كويسة؟ طبعا، لان احنا لو بنتكلم على يعني فرق السعر بس بين السنه اللي فاتت والسنه دي احنا بنتكلم في 100 جنيه فرق. لو حطينا ان متوسط انتاجيه الفدان 20 ارداب بدل متوسط العام، احنا بنتكلم في رقم كويس، يعني هيبقى في فرق، ده فرق سعر فقط بين العام الماضي والعام الحالي، فده رقم كويس جدا يبشر ويقول ان في اتجاه من الدوله لخدمه الفلاح المصري وطبعا مساعدته ودعمه بشكل كبير، وطبعا ده متوافق كمان مع السعر العالمي ومتوافق مع اتجاه الدولة لتمكين الفلاح المصري وتوفير السلع الاستراتيجية. ده مشجع للمزارعين في ايه دكتور محمد؟ يعني يشجع المزارع في ايه؟ هل يشجعه على انه يتوسع، انه يستمر على زراعة القمح بالآليات الجديدة والحديثة؟ يعني اكيد وراه السعر ده اهداف تانية. طبعا الحقيقه احنا كان الفلاح دايما بيزرع القمح الاول وبعد كده بينتظر ان تحدد الحكومه سعر الشراء. كان سعر الشراء احيانا بيتاخر لقرب موسم الحصاد كمان في بعض الاحيان. السنه دي احنا بنبدا قبل ما الفلاح يحط بذره في الارض، هو عارف السعر اللي هيبيع بيه، عارف وحاسب. طبعا هو حاسب رغم انه اسعار القمح على مستوى العالم بتختلف، يعني بترتفع طبعا، بس هو في النهاية دلوقتي هو قادر ان هو يعرف هيبيع بكام، وهيحسب حسبته كويس جدا، عارف متوسط انتاجيته قد ايه، فهيقدر يحسب حسبته كويس جدا، وعارف ان السعر اللي بياخده ده هيبقى سعر ان شاء الله سعر منافس، وسعر يحقق له تحسين لمستوى دخوله، وهيحقق له رؤية مستقبلية لتوقع الانتاجيه بتاعته تكون عامله ازاي. اعتقد ان ده هيكون له مردود ايجابي كبير جدا في زياده مساحه الزراعه بالاقماح، واحنا كان عندنا طفره كبيره حصلت، لكن صحيح. ان شاء الله ده هتستمر هذه الطفره وهتستمر معدلات الزياده، اضافه لان الحمد لله احنا كمان زدنا بنسبه قد ايه؟ يعني احنا وصلنا السنه اللي فاتت لحوالي 3.4 مليون فدان، وده مقارنه بالعام اللي قبله كان حوالي 200,000 فدان زياده. ان شاء الله احنا هنبدا الموسم الجديد 200,000 زياده. واعتقد هيبقى الموسم الجديد كمان فيه زياده ان شاء الله. طب هايل. دكتور محمد، لو حصل انه لما يجي وقت الحصاد زي ما بنقول هيرتفع، وارتفع سعر القمح عالميا، هل هيبقى فيه تغيير في اعلان الحكومه وتحديدها ل 820 سعر الأرداب؟ يعني الحكومة الحقيقة ما بتتأخرش ولا بتتوانى في أنها تدخر جهد في أن تخدم الفلاح وتقدم كل ما لديها للفلاح. الأولوية بالنسبة لنا هو خدمة الفلاح المصري. الحكومة المصرية بالكامل وجهت الشكر للفلاح المصري أكثر من مرة بأكثر من نسبة، لأنها تقدر وتجل جهود الفلاح المصري وتعتبرها محل احترام وتقدير بالنسبة للحكومة المصرية بالكامل، وطبعا مجلس الوزراء بنفسه وجه الشكر للفلاح المصري في عيده قبل كده في العام الحالي والعام الماضي نتيجة الجهود اللي بتثبت كل يوم إن الفلاح المصري لولاه الحقيقة كنا نشهد يعني شكل من أشكال التأثير نتيجة الجوائح العالمية اللي أثرت على دول العالم كلها، لأن الحمد لله الدولة المصرية استطاعت أن تقف راسخة أمام كل هذه الجوائح العالمية وده بيدعم الفلاح المصري. فالأصل في الموضوع هو خدمة ودعم الفلاح المصري بكل ما لدينا من إمكانيات، مش بس دعم مادي يا فندم. يعني الدعم المادي ده جزء إن احنا بنساعده بنشتري منه المنتج بسعر مناسب وبسعر يرضيه وبسعر يحقق له منفعة، إنما كمان الجهود اللي بتبذل لزيادة إنتاجية الفلاح، يعني النهاردة إنتاجية الفلاح بنقول متوسط 20 أرداب أو 18 أرداب بالفدان، لو قارنا الكلام ده بكام سنة فاتت هنلاقي في فرق حوالي الضعف تقريبا في إنتاجية الفدان. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا
الفلاح نفسه تضاعف دخله دون ما يحتاج ان هو يزود مساحات او يتوسع في الزراعه، وكمان احنا وفرنا سلع بكميات اكبر من نفس وحده المساحه. ايضا معالي الوزير كان لسه مكرم خلال الايام الماضيه الفلاحين اللي قدروا ان هم يثبتوا كفاءه ويحتسبوا رياضه التعليمات ووصلوا ل 30 ارداف بالفدان، ده معناه ان هو قدر يحقق اضافه كبيره للفدان. فده ما بنقول ان الالتزام بقى بالتوصيات والارشادات والخرطه الصنفيه طبعا ده مهم والوزاره هيساعد بشكل كبير في تحسين ده كله. سؤالي الاخير وفي عجاله عشان الوقت دكتور محمد، هل في نواقص في اي منتج زراعي؟ يعني احنا كمصر هل في دلوقتي في اي حاجه مش موجوده في السوق، في اي حاجه ناقصه في السوق بالنسبه للمواطنين؟ الحمد لله احنا كدوله بقالنا فتره بنشتغل بشكل كبير في توسعات افقيه وتوسعات راسيه في القطاع الزراعي، دي خلتنا ان احنا نلبي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير. الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضر والفاكهه وبنصدر ما يفيض، واحنا لينا مراتب عالميه دوليه في اصناف كتيره جدا في حجم الصادرات بتاعتنا فيها. وكمان عندنا محاصيل الفاكهه نفس الكلام، البيض المائده، الدواجن، الاسماك، اسماك المياه العذبه تحديدا. والحمد لله كمان حتى الانتاج الحيواني اللحوم الحمراء عندنا فيها طفرات كبيره حصلت. طيب الاسعار، الاسعار طبعا احنا شايفين اسعار قد يكون في بعض زياده ولكن في استقرار، لان احنا النهارده في فواصل بين العروات وده معروف ان دايما بيكون الفواصل ما بين العروه ما بتبقى عدم استقرار للاسعار بالظبط. لكن ده مهم. تخلص امتى الفتره ما بين عروه واخرى؟ لكن مقارنه بالعام الماضي الفروقات لا، احنا في مسيطرين جدا على الاسعار مقارنه بالعام الماضي وبالاعوام السابقه. تمام. الفرق بين العروه والثانيه وخلال ايام ان شاء الله هيبدا يطلع خلال ايام. هيك بشكرك دكتور محمد القرش، بشكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكر حضرتك.